أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء على الهواء. سعيدة جدا أن يكون معي في هذه اليوم أو في هذه المساحة إحدى الشباب له تأثير اجتماعيا وثقافيا في الجالية السودانية داخل وخارج مصر. سعيدة جدا بوجودك معي في داخل استديو صحة وجمال برنامج لقاء على الهواء. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد أبكر. حنعرف الاسم وحنبتدي الأسئلة على طول، تفضل. اهلا وسهلا بك الاستاذه الجميله روز. اهلا وسهلا بك، واهلا بقناتكم الجميله قناه الصحه والجمال. الله يكرمك يا رب. انا احمد ابكر محمد علي، احمد ابكر محمد علي. اهلا. السودان، من قريه دميك، ولايه جنوب كردفان، بكل الاهل في شمال وشرق وغرب جنوب دارفور. بكل تاكيد جنوب كردفان. جنوب كردفان، تمام. أحمد شاعر ورئيس منتدى شباب وقوافي. منتدى شباب وقوافي السوداني. للمرة الثانية أهلا بك في برنامج المتواضع. سعيدة أنه صراحة ما أعرف أوصل لك كيف، يعني لما يكون الضيف معي مصري بكون أنا خايفة شوي أنه يعني يمكن أقول كلمة هو شنو ما يأخذ الكلام معي كويس أو ما يفهمني أنا بقول في شنو، بس لما يكون معي الضيف طبعا سوداني بكل أريحية أكيد ما حيكون في أي خوف، الصوت أو الكلام حيوصل له يعني بكل تأكيد نفس اللهجة نفس اللغة نفس الملامح. فأنا مبسوطة جدا إنك تكون الليلة معي وإنك إحدى الشعراء، وغير تأثيراتك في منتدى الشباب والقوافي يعني حاجة جميلة جدا وفكرة جميلة بتجمع كل أبناء جنوب أبناء السودان من مثقفاتية لمبدعين وفنانين ودكاترة، أفكار يعني فكرة جميلة جدا. قبل ما ندخل في الشعر حنتكلم في الجانب ده بالتحديد، يعني يعني انت قلتي اخواننا المصريين، انا من هنا بحييهم، يعني تحيه لهم اكيد، يعني الشعب المصري الشعب الجميل الشعب المضياف الشعب الطيب. وحقيقه يعني هي اللغه يعني ما حاجز، يعني اخواننا المصريين يعني بيفهمونه ونحن برضه بنفهمهم يعني في كثير من الحاجات او الا القليل يعني. بالنسبة لموضوع منتدى شباب وقوافي، هو منتدى فكري إبداعي ثقافي اجتماعي بيضم كل طياف الشعب السوداني. نحن لما نقول سوداني يعني ما بنقصد السودان الكبير اللي هو السودان الشامل السياسي. أيوة. المعروف يعني السودان هو سودان جنوب السودان. أيوة. الشمال وشرق وغرب. رغم الانفصال الحاصل تظل المودة والتواصل والأخوة بيننا أكيد، يعني أكيد طبعا هو السودان يعني موحد وجدانيا، والشعب السوداني هو شعب يعني موحد سواء كان شمال أو جنوب. بقول تأكيد. وخير مثال يعني منتدى شباب وقوافي، يعني الفكرة يعني ثلث الأعضاء بتاعه من جنوب السودان. جميل. من هنا يعني أسمح لي ممكن أحيي يعني الشاعر يعني دين موريس والمثال الكبير دينجيت. تحية اليوم بكل تأكيد. الله يديك العافية. الله يخليك. كنت عايزة أعرف إنه الفكرة اتولدت إزاي، يعني هي أنا زي ما قبل فترة كنت أنت دعيتني إنه أنا أحضر معاكم، بعد كده شفت القائمة الموجودة يعني من أشهر الفنانين من أشهر الأدباء من أشهر الدكاترة اللي موجودين في السودان وخارج السودان، المنتدى بيحتوي كل الناس دي صح؟ فأنا عايزة أعرف الفكرة اتولدت إزاي، جاتك من وين؟ والله هي الفكره يعني فكره منتدى شباب وقوافي فكره يعني، وانا يعني دي من الافكار من بنات افكاري. جميل. وشفنا يعني نحن موجودين في القاهره وموجودين يعني في شتى البقاع، يعني السودانيين متواجدين والمشاركات السودانيه دائما بتجدها يعني قليله جدا يعني في المهرجانات والمناسبات العالميه. أيوة. وده كله يعني في تقصير من في الجانب الإعلامي، فنحن يعني دولة يعني السودان بيسخر بالمواهب والإبداع. أيوة. والثقافة بالتعددات، مولد يعني الفنانين والمبدعين بكل تأكيد. نعم. بس هناك بعض من يعني نقول انه بعض من الناس ظهرت للعالم، عندنا ناس كثيره يعني كشعراء ادبيين على مستوى او على دول العالم معروفين، عندنا امثال الشاعره روضه الحاج،
فناس كتيرة معروفين، بس في ناس طبعا زي ما انت قلت يمكن لظروف معينة ما أسحرتهم أو يمكن لحاجات منعتهم، بس من خلال المنتدى ممكن احنا نوصل الناس دي لأبعد، ولا وجهة نظرك شنو؟ نعم أكيد طبعا، هو منتدى شباب وقوافي منتدى هو بيستهدف أنه ظهور الإبداع السوداني، يظهر جميل. الإبداع السوداني عالميا بإذن الله تعالى، ودي من الأهداف الموضوعة في المنتدى. والحمد لله يعني احنا معانا في المنتدى عضويته بيدوم يعني ناس لهم رؤيه ولهم افكار يعني وان شاء الله هنقدر نوصل يملكوا الفكره حتى لجيل المستقبل. اكيد ان شاء الله ان شاء الله. حندخل لاحمد الشاعر. حنتكلم برضو يعني في بداياتك للكتابه، وهل كان في هوايه او اصلا؟ والله انا تقدر تقول يعني بداياتي بدايه يعني بدايه كل شاعر، يعني انا بديت يعني من البدايه، بس يعني وانا يعني اول حاجه كنت بكتب. تمام. بديت الكتابه وانا في سنه ثالثه اساس. يا سلام. يعني بذكر يعني كنت في قاعده كده في عندنا يعني في كشك كده كان بتاع البيت ده في السودان. في السودان. ويعني بديت اكتب يعني حكايه زي حاله منتيشيه كده. جميل. يعني كتبت عن منطقتنا بالذات يعني كانت مقصوصه هي يعني جنوب احنا ايوه فيها بتقول ان احنا الشموع اصاله في بلادنا تعيش الضاله، والطيبه اصلا لينا اماره ووحده امه تؤكد جساره. يعني كان المشهد يعني كان في استاذي استاذ فضل الله ربنا يديه الصحه والعافيه من الناس المربي واللي قاني انا بكتب في الحاجه دي. فشجعك طبعا. شجعني في الحته دي. وبرضه يعني في واحد برضه نسيبنا اسمه ضي النور، هو استاذ يعني محامي، تحيه اليوم برضه لهم التحيه يعني، وقفوا معي في الجانب ده وكان من الناس اللي بيشجعوني جدا جدا. و يعني في فترة الكتابات والتفاصيل يعني كل ما يملكه الانسان، لو ما لقيت انك زول يحتويك، ما لقيت زول يشجعك، ما لقيت زول يدعمك، اكيد الواحد حيفضل ما حيمشي لقدام. بس اكيد التحيه ليهم هم اللي شجعوك انك انت تواصل. يعني شوف انت بتكتب من ثالث ابتدائي، يمكن كان عمرك 8 سنين او 9 سنين، فكان عمر صغير او كنت لسه عيافع خلينا نقول كده صح؟ نعم. جميل جدا. عندك دواوين ولا اول ديوان اللي هو؟ لا طبعا اول ديوان اللي هو ديوان سر الهوى. سر الهوى. طبعا انا مبسوطه شديد لانه احداني برضو استاذ احمد، شكرا لك صراحه انك احديتني برضو ديوان سر الهوى، وبتمنى لك انك لقدام يكون عندك كثير من الدواوين، والدواوين تكون موجوده في المكتبات العالميه باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله تعالى. وانا من هنا يعني دايرك تسبح لي انه احيي برضو يعني اساتذه هم اللي يعني دعموني ولفكره الديوان، وانا لازم يعني كتاباتي والحياة الموجودة لازم تطلع للناس يعني. أيوة. من هنا يعني أحيي الأستاذين حمد طنبل والأستاذ عبد المنعم الكتيابي، تحية لكل أعضاء الكبير والكاتب الكبير عبد المنعم الكتيابي، منتدى الشباب وقوافي اللي هم دائما يعني الواحد بيلقى قوة منهم ودافعته. أيوة أيوة. منهم من يقدر يبدع ويوصل الرسالة الإبداعية. جميل جدا. الكتاب اللي هو سر الهوى، هل الكتابات اللي انت كنت بتكتبهم من ثالث اساس موجودين في نفس الكتاب ولا عملت؟ لا هو سير الهوى بالضبط كده يعني دي كتابات من 2016. جميل. ولغايه يعني فيها حاجات ل 2020، واخر حاجه في سير الهوى يعني كان هي مرثيه لابن اختي الراحل ربنا يتولاه ويغفر له ويرحمه يعني احمد المصطفى. فهو يعني بالنسبه لي كانت صدمه يعني. هو مع ربنا اكيد ومع الافضل مننا، وربنا يتقبله ان شاء الله يا ربي، واسع رحمته يا رب. كنت برضو عايزين حنساله بعد كده نسمع حد ولا مش عايز تسمعنا؟ طيب في الشعر بتميل لأني جانب؟ طبعا انتم تسردوا الشعراء، عندكم نسر وعندكم شعر غزلي، فانت بتميل لاي نوع من انواع الشعر؟ والله هو الشعر بحد ذاته يعني هو مواقف وبيتولد يعني لحظات. أيوة يعني. أيوة. يعني انت مستعد تكتب؟ ايوه. ديوان سر الهوى بحد ذاته يعني انا في ناس كثير يعني بتقول لي انه الديوان انت اصلا يعني ما عرفناك انك مشوكش ولا بتحب. لا رب ربنا ما يجيب الشواكش مع قربي 14 2.
لكل الناس اكيد يعني. طبعا هو يعني احساس يعني، هو الشعر في حد ذاته احساس يعني، انت مرات ممكن بتكتب باحساس غيرك يعني. ايوه ايوه، هو الشاعر دائما بيجسد معاني واحاسيس الغير وبيقوم بيوصلها او بيعكسها للمستمع او القارئ طبعا. نعم اكيد. جميل جدا، حنسمع حاجة من سر الهوى وحنعاود إن شاء الله نواصل طبعا. تفضل. معلش طبعا هو ديوان جديد والحفظ يعني ما على لا هو كده غالبا شعره كده الواحد بيكتب في الكتاب وما بيحفظ. سر الهوى رغم الظروف والحظ أقدارنا ما بالإيد عايشين ضياع في ضياع ويا قلبي انت عنيد مويت السراب ترويك ما دام عشمت بعيد الصل بجاف الناس ما بيعيش في لحظة سعيد والعيش بين أحباب بتبقى كلها عيد ما تبدأ انت فراق تختار وتمشي بعيد سر الهوى المكتوم بيصبح قديم وجديد الصل ببادل الريت ما بيحيى عمر وحيد يا سلام فيك يا هواي أسرار وفي حبي بالتحديد صاين عهود راديو زولي اللي بحبه شديد بتلقى الاماني وراك صادوك وماشي الصيد. يا سلام جميل جدا. ده كان يتكتب في شخص معين ولا زي ما قالوا لك الناس التوك شاكوش اللي انت كاتبه لعامه الناس؟ والله يعني لي تفاصيلها طويله شويه كده وانا على الهوى. طيب نخليها نخليها بعدين بنانا. طيب استاذ احمد، هل البعد والشوق والحرمان بيولد المفردات لدى الشاعر؟ اكيد طبعا. البعد او الغربه حتى نقول خلينا انه انت شاعر وفي متقرب في وطن ثاني بالرغم انه صراحه احنا داخل مصر بنحس نفسنا انه احنا داخل وطننا وبلدنا الثاني من الاحتواء والحب والتقدير اللي احنا صراحه بنلقاه من غير يعني اي كلام، دي الحقيقه. بس كشاعر برضو تفاصيل الاخوان والاسر والجيران دي برضو لها شويه بتاثر، فهل الحرمان والبعد بياثر او بيخليك بيديك دافع انك تكتب اكثر؟ والله اكيد طبعا هو البعد او الغربه بحد ذاتها يعني هي مؤلمه جدا جدا، وان كان يعني نحن موجودين في مصر يعني بلدنا الثاني والواحد ما بيحس بغربه وسط اخواننا المصريين، لكن هو ده احساس يعني بيعيشه كل انسان متغرب من اهله ومن احبابه والناس القريبين منه خالص جدا. أيوة يعني ايوه. فالشاعر دائما يعني هو بيعبر عن نفسه وعن غيره يعني بلسان غيره برضه ممكن يعني، والشعر هو احساس يعني غالبا كل حاجه انت بتكتبها يعني يعني باحساس ملموس وصدي. استاذ احمد احنا حنطلع فاصل قصير وحنرجع، اعزائي المشاهدين فاصل وراجعين لكم ثاني استنونا. ورجعنا لكم من جديد أعزائي المشاهدين ولسه متواصلة مع ضيفي اللي منورني في الاستديو أستاذ أحمد الشاعر ورئيس شباب القوافع والإبداع السوداني، مرحب بك للمرة الثانية. قبل ما نبدأ حنسمع على طول يعني متشوقين ومتعطشين إنه إحنا نسمع. طيب حتنسمع إيه؟ أنا فتحته كتاب. جاهز يعني؟ نعم. ما أعلم بالصدفة كده. جميل. بتلومني ليه؟ جميل جدا. بتلومني ليه والظلم عندك كان حلال؟ أنت فاكر الدنيا ملكك والعيش من بعدك محال، فاكرني من بعدك أذرف الدمع المحال، كنت شايفك عند منيا غاية أبعد من منال، وكنت شايف الروعة تحكي ملامح الحب والدلال، لا يمني ليه في حبي ليك يل علي مانع الوصال، قطعت درب الرجع عليك كيف انت تقول ارجع تعال، لا يمني في شوقي العلي يا سلام، لا يمني في حلو ارتحال، في سجون حبك بكيت والكون وراي واسع مجال، حررني من اسرك وفوت يا الغمام ارجع تعال، حررني من اسرك وفوت يا الغمام ارجع تعال. يا رب كل الأسرة في الحب ينطلقوا
ويتفكوا من القيود دي ويكونوا اكيد متحررين. صراحه مقطع جميل جدا، انا بتشكرك عليه. القراء، الناس اللي هم دائما بيقروا، هم اكثر الناس اللي بيتذوقوا احساس الشعر، تمام؟ بس يعني تلاقي واحد عنده صفات الشاعر بس احيانا بيخونوا التعبير او بيخونوا انه يخط النقاط ويبتدي انه يكتب، فانت بتقول لهم شنو؟ والله انا بدي اقول لك حاجه، يعني هو بدايه كل انسان، يعني البدايات دائما فيها تخوف، تمام، والظروف احيانا بتلعب كثير جدا، وفي يعني هاجس يعني بتاع خوف عند كل انسان، ما لم انه يحاول انه يطور من نفسه ويتخطى الحاجز ده ويلقى من ياخذ بيده. ايوه، ف بيكون اكيد يعني بتندثر الموهبه والحاجه المفروض انه تصل للناس، واي واحد عنده يعني موهبه وهو حاسس انه ممكن يقدر يقدم للناس ما ينوم بها او يقعد عنده، يحاول انه يتحسس ان شاء الله باذن الله بسعيه بيلقى اللي بيقف معه وبيقدر يوصل حاجته. يعني برضو يعني كل ما كنت انت اجتماعي، كل ما كنت انت بتكون ملم، بتكون انت بتدخل في 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 بتكون اجتماعي عامه، بتكون متواجد وسط المثقفات، بتكون متواجد وسط الشعراء، فانت ممكن ده يديك دافع انك انت تقدر تتخطى المرحله وتكتب كتاباتك. هل انا عايز اصلح حاجه، يعني مثقفاتيه يعني هو بالمنظور كده يعني زي الانسان المدعي، لكن قولي المثقف المثقفين. ايوه يعني وسط المثقفين والمبدعين اكيد، يعني انت حتى لو بادي بتقدر انك تواصل بتطور من نفسك وتوصل. احساس الخوف والحاجات دي بتموت لما انت برضو تكون وسط الناس، يعني بتتعود انك انت تتكلم كثير، بتتعود انك انت كل يوم قدامك وجوه جديده، فده بيديك دافع، بيديك قوه انك انت تقدر تمارس او تقدر تكتب او تقدر تبدع او تقدر توصل الرساله اللي انت عايز توصلها بكل تاكيد. نعم. هل للكاتب او للشاعر أن يكون كاتب؟ أكيد طبعا، فهو الشاعر هو في حد ذاته هو كاتب، يعني وإن كان يعني الشعر هو بس منظومة بتاعت قوافي، لكن كل شاعر هو كاتب يعني، وما كل كاتب شاعر. تمام. عندي مساحة صراحة، يعني زمن بيشيروا لي في الكنترول إنه الزمن خلص، فكان نفسي إنه إحنا نواصل أكتر وأكتر ونسمع كثير من السرد الموجود داخل سر الهوى، ونعرف سر الهوى هو نفسه شنو، بس للأسف يعني إنه الزمن سرقنا. ولو في رسالة عايز توصلها تحية لناس معينة، ناس الجمعية الإفريقية، ناس كثيرة بتدعمنا وبتكون مصدر إلهام في طريقنا أكيد يعني. يا سلام، أكيد طبعا، والله أنا سعيد جدا بوجودي معكم، والجمعية الإفريقية بجد يعني هي نقطة تحول في حياتي أنا، ومن هنا يعني أسمح لي يعني أحيي أمنا أم الأفارقة. يا سلام. الدكتورة الجميلة الدكتورة أمنة فزاع، ربنا يديها الصحة والعافية، يعني هي قريب يعني طالعة من عملية واستشفاء، ربنا يديها الصحة والعافية، السلام عليها أكيد. وبرضو يعني أحيي من هنا زملائي وزميلاتي، يعني من غير يعني تسمية، أنا لو كنت داير أسمي يعني هنا بيكون صعب جدا. تحية لهم كلهم بكل تأكيد، عبر يعني من عبر هذا البرنامج لأسرتي الممتدة على بقاع السودان، وخاصة يعني أهلي في دميك عموما بكل أحياء ومسمياتها، بكل تأكيد، ولكل الأهل في السودان بكل تأكيد طبعا. وتحية لك أنت أستاذة جميلة روز، وأنا سعيد جدا يعني بهذا اللقاء الجميل. شكرا جزيلا. شكرا. أستاذ أحمد، كنت صراحة ضيف عزيز علي، أنا بتشكرك على تلبية الدعوة. برضو صراحة يعني كل الناس اللي بتجي، أسمح لي في الكنترول، كل الناس اللي بتجي هنا بتكون مبسوطة جدا، يعني أي زول بيمشي من هنا بيقول لي يا روس أنت ما بتخاف عليك، أنت وسطك ناس، بنحس نفسك أنك أنت واحدة من الناس اللي هم موجودين في قناة الصحة والجمال، وده الشيء اللي دفعني أنه أنا أشكر كل الطاقم العامل صراحة بقناة الصحة والجمال، عشان كل سوداني بيجي هنا بيقول لي يا روس إحنا والله مبسوطين انه وراك ناس انك محتوينك الاخوه والناس الموجودين على الصحه والجمال، اكيد التحيه لكم من غير فريس، كل الناس اللي عامله بقناه الصحه والجمال، كل اخواننا المصريين ان شاء الله بكل تاكيد. لغايه هنا اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم، استنونا الاسبوع اللي جاي بكل تاكيد، الى اللقاء.